الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. اعترفت وزارة الصناعة الحالية بقيام جهات ووزارات بالتعاقد بسبب الجهل مع شركات وهمية، وقال مستشار وزارة الصناعة لشؤون التنمية قيصر الهاشمي إن هذه الوزارات ستكون مطالبة بدفع شروط جزائية لهذه الشركات. وأضاف الهاشمي أن بعض الجهات والوزارات وبسبب الجهل أبرمت الكثير من العقود مع شركات وهمية، ما اضطر الوزارات إلى فسخ تلك العقود مع الشركات بسبب عدم وجود أي جدوى لهذه الاستثمارات. قالت الأمم المتحدة إن التجارة العالمية للحبوب الأساسية سوف تقفز إلى مستوى قياسي هذا الموسم. ونقلت وكالة بلومبرغ عن الأمم المتحدة أن هذه القفزة سوف تأتي مدعومة بجنون الاستيراد في الشرق الأوسط، حيث تسبب جفاف المياه الذي ضرب بعض الدول العام الجاري في رفع أسعار القمح، مؤكدة أن العراق يصنف في منطقة خطيرة مع تقليص مساحته المزروعة للموسم الشتوي من 5 ملايين دونم إلى 2,500,000 دونم، ما سيجعله بحاجة إلى استيراد نحو 56 من حاجته للحنطة. عزا مصدر حكومي في العراق ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية إلى التوترات الأمنية في بغداد، وقال المصدر إن ما تشهده الآن بورصة الكفاح هو قلة العرض مقارنة بالطلب على الدولار، مضيفا أن مكاتب الصيرفة باتت تحتفظ بالدولار، كما أن المواطنين لجأوا إلى شراء الدولار لتخوفهم من الأوضاع الحالية غير المستقرة. هذا وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار الدولار ليوم السبت 148,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار. أعلنت منظمة أوبك أن حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق حدد بمقدار 4,237,000 برميل يومياً خلال شهر كانون الأول المقبل، بعد اتفاق منظمة أوبك بلس على زيادة 400,000 برميل يومياً. وذكرت المنظمة أن حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر كانون الأول حددت بأربعة ملايين ومئتين وسبعة وثلاثين مليو ألف برميل يوميا بزيادة مقدارها 44,000 برميل يوميا عن شهر تشرين الثاني البالغ 4,193,000 برميل يوميا، وبزيادة بمقدار 88,000 برميل يوميا عن شهر تشرين الأول الماضي. سلط موقع أويل براس البريطاني المتخصص بقضايا الطاقة الضوء على كيفية خسارة الولايات المتحدة السيطرة على حقل نفط غرب القرن أو غرب القرن واحد في البصرة، والذي يعد من بين الأضخم في العالم لصالح توسع الصين. وأشار الموقع في تقرير له إلى الفساد الواسع المتعلق بالكربون الهيدروكربوني العراقي في حقول النفط جنوبي العراق، مشيرا إلى أن الصين تقوم بتوسيع نفوذها عبر نفس الحقول النفطية منذ أن أبدت واشنطن رغبتها في تقليص دورها في الشرق الأوسط وأماكن أخرى مثل أفغانستان من أجل تجنب خوض حروب لا نهائية في المنطقة. كشف رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية إليكسي كودرين أن خسائر الاقتصاد العالمي على خلفية جائحة كورونا تتراوح بين 4 و10 تريليونات دولار، وقال في رسالة إلى المشاركين في المنتدى الدولي الثالث لبلدان بريكس إن جزءا كبيرا من هذه الخسائر تتحملها ميزانيات المناطق والبلديات. وأضاف أن أنظمة الرعاية الصحية في دول العالم أظهرت عدم استعدادها لمواجهة الوباء. ختام الموجز، إلى اللقاء.